بقى انا عملت فيها المربي النصح، واول ما طلعت وشفت الاربع بيضات دول كنت هرمي القدام وهسيب الجداد على اساس ان انا ما لفتش بقالي فتره، فالجوز هيكون جاب مثلا اتنين جداد والقدام ما كانش فيهم كسر او حصل لهم اي حاجه. ولكن قلت قبل ما ارميهم اما اطمن الاول واكشف عليهم بكشاف التليفون. كشفت بكشاف التليفون لقيت الجداد ما فيش فيهم اي حاجه خالص ولا فيهم اي حاجه تدل ان فيهم اخصاب، ولقيت القدام هم اللي المفروض فيهم. فقمت جايب الجداد وقمت مصور مقطع ريلز كده عندي على الاكونت، قلت يا جماعه انا كنت هتخدع في الاربع بيضات دول وحصل معاهم كذا كذا. كنا فاتحين الجداد كده وكان فيهم حاجه صغيره ما تفهمش بقى هي كانت كسر بسيط ولا كان تكوين جنين، ما كناش نعرف. المهم اللي هم اتفتحوا انا سبت القدام. جالي بقى بعض الكومنتات قال لك ده كان تكوين جنين وانت كده بوظت الحلوين وسبت الوحشين. تعالى اما نخاطر بقى النهارده ونشوف مين فينا اللي صح، انا اللي صح ولا الكومنتات اللي كانت صح، وتعالى اما نفتح الاثنين الباقيين. تعالى لي بقى كده حبيبي، تعالى لي تعالى لي. لا مش هم دول، ما تستعجلش، هنكسرهم هنكسرهم ما تقلقش، ما فيش راجعه في الكلام ده. بس الاول تعالى اما نخرج الزغلول ده قبل ما يكبس من البيضه بتاعته. تعالى اما نعرفك احنا بنعمل معاه ايه بالظبط. بقى بص بقى يا سيدي، المفروض ان الزغلول ده خرج الحمد لله بالسلامه، كسر لنفسه بقى او امه هي اللي كسرت له. المهم اللي هو خرج لنا بالسلامه. فينا حاجه بقى كانت بتشغلني قوي وانا صغير، كان نفسي وانا صغير اشوف زغليل هزاز وهي لسه صغيره، لان كنت كل اللي بتشوفه في السوق حاجات خلاص كملت ريش والديل بتاعها طلع، وعلشان كنت كل جزء هزازه جيب وما كانش بيشتغل كنت محروم من اللحظه دي. تعالى بقى اتفرج معايا على اللحظه ديت وما تحرمش نفسك انت كمان. وبص ده زغلول هزاز لسه، ده زغلول هزاز هندي المفروض هنا بيطلع الديل، وعندك هنا الشعر اللي في رجلنا اهوت المفروض ده اللي بيطلع فيه الشرابات، الشرابات دي اللي هي الريش اللي بيبقى في الرجل اللي ما يعرفش. تعالى بقى اما نخرج اخو الغلبان اللي جوه دوت قبل ما يكبس جوه البيضه. طبعا الام هي اللي عملت له كل الكلام ده والزغلول بيزق من جوه، ولكن هو ممكن يثبت على كده ويموت جوه من الخنقه. تعالى بقى احنا اما نساعد كده واحده واحده بالراحه، وطبعا قلت لك قبل كده لو لقينا ده ارجع على طول علشان كده بتكون لسه مرحله تكوينه ما اكتملتش. والحمد لله خلاص الزغلول نشف كله من جوه اهو، والمفروض ان انا ما طلعوش التطلعه ديت، المفروض ان انا بفتح فتحه صغيره وما كملش كل ده، ولكن انا حسيت ان هو نشف جوه خلاص. ولو كنا صبرنا على اكتر من كده ما كانش هيطلع وكان ممكن يكبس جوه البيضه. اتفرج بقى بسم الله ما شاء الله سبحان الخالق وهو لسه في بدايه حياته كده، شوف بيبقى شكله عامل ازاي. ده برده زغلول هزاز. يبقى احنا كده خلاص خلصنا من المرحله ديت. تعالى بقى اما نخش على شويه البيض اللي هيحددوا احنا كنا فعلا ناس ناصحه ولا احنا اتضحك علينا. يلا بينا. يؤسفنا اقول لك يا طويل العمر ان احنا شكلنا كده انضحك علينا، علشان البيض ده شكله خفيف كده والمفروض ان بيبقى فيه جنين، بس الخفيه ديت ما تطمنش. فيعني بنسبه 90% الزغلول اللي جوه ده هيكون ميت. تعالى بقى اما نكتشف مع بعض كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح بالراحه كده. هو غالبا مش هيبقى عايش يعني، بس احنا هنفتح بالراحه علشان ايه، هو لو لسه عايش وفي امل انه يكمل يكمل. اه لا خلاص مفيش عيشه بقى كده، هي البيضه بتوحي بحاجات تانية. بص هو ميت جوه خلاص، على العوض ومنه العوض، خسرنا بالتاني الهزاز يا عم. بص هو ميت جوه هو ده، المفروض اللي هو الكابس اللي كنا لسه بنقول عليه من شويه. الزغلول بيبقى جوه واكتمل وكل حاجه، ولكن هو بيكون ميت جوه. طب ده خلاص ميته، والتانيه غالبا برده هتكون ميته، بس تعالى ايه اما نريح ضميرنا برده عشان ده هزاز برده مش حاجه قليله يعني، ماهوش مش مكمل يعني. بس الاستعجال وحش يعني، انت لسه طالع من النوم لسه ولا عملت ولا حسنه ولا عملت سيئه، مسكت البيض اطمن يعني، كشفت على البيض بالكشاف اطمن. لو كنت مسكتها في ايدي كده واتدققت من حجمها، الوزن نفسه فيه مشكله او المشكله اكتشفتها دلوقتي، طب ما اكتشفتهاش امبارح ليه؟ يلا ربنا يعوض علينا. تعالى بقى اما نلعب مع شويه الكتاكيت الصغيرين دول زغاليل. بص انا كلمه كتاكيت وزغاليل دي يعني موضوع النعام، الصغيرين فيه بيبقوا كتاكيت، الحمام الصغيرين فيه بيبقوا زغاليل، فانا الكلمتين دول بيخشوا على بعض عندي، فاخدها مني كتكوت او زغلول ايا كان بقى قدر حالتي، واللي اقوله اسمع منه وخلاص بقى ما تعارضنيش، انا لسه خسران بطين هزاز امبارح يلا الله يعوض علينا. بص يا عم الزغلولين دول مش نوع واحد، الزغلول انت مش شايفهم؟ معلش اتحمل، ما انا تمام اتحملت كتير، اتحمل انت كمان. الزغلولين دول مش نوع واحد برضو، لا ركزي هنا بقى انا هلاقيها منين ولا منين بقى. الزغلولين دول مش نوع واحد، الزغلول اللي هو مسمر شويه دوت ده المفروض كراكندي او حلب ازرق على حسب ما الناس بتحب تقول، انا عن نفسي بقول عليه حلب ازرق، اللي هو بيبقى الحلب ابو خطين ده نوريهم لك دلوقتي. والزغلول الابيض الحلو القمر اللي بسم الله ما شاء الله عليه ده المفروض هزاز هندي. شوف ده جسمه اسمر ازاي، هو مش تنمر يعني، بس هو جسمه اسمر فعلا كده وحاجه غريبه كده، وده بسم الله ما شاء الله جسمه ابيض كده وحاجه جميله. طب ده جسمه مسمر كده ليه؟ هو طبيعه جسمه بتكون كده، والمنقار بتاعه برده مسمر، والجفن اللي حوالين العين. هنا بقى الجسم الابيض الحلو، وهنا الريش كله هيطلع ابيض، لكن هنا الريش بيطلع مزرق كده وبيطلع فيه خطان سمر. هوريهولك ما تستعجلش، اصبر بس على رزقك هوريهولك دلوقتي. المهم اتفرج بس عليهم معايا كده وبص الفرق، عايزك كده تبقى تاجر ناصح وما يضحكش عليك زي الواد اللي اتضحك عليه وكسر البيت ده. بص
ده بسم الله ما شاء الله ابيض وشكله جميل ازاي. بسم الله ما شاء الله. وعلى فكره اللي انا بعمله ده بس عشان في ناس ممكن تطلع تقول لك الجو ساقعه وغلط اللي انت بتعمله. يا جماعه الشمس حلوه النهارده يعني، وما اعرفش ده باين معاكم في الكاميرا ولا لا، بس اكيد باين، ما احنا مش عارفين نصور منها اهو. الشمس جميله، فانا بديهم حمام شمس، وطبعا ما ينفعش في العمر ده اللي احنا نسيبهم في الشمس اكتر من كده. فانا بس هنصور معاهم اللقطتين ونرجعهم تاني لابوهم وامهم معززين مكرمين وناكلهم ونروق عليهم. ده بقى الحلب اللي قلت لك عليه اللي هو المسمر، وهوريك شكل ابوه وامه دلوقتي. هو طبعا طلع لابوه وامه، اكيد مش هيطلع لي يعني. عندك التاني اللي بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى اما نطلع كده المرحله اعلى شويه ونجيب حاجات اكبر شويه. دول بسم الله ما شاء الله ولاد الشقلباظ التركي والشقلباظ اللي هي البيضه، اللي هم اصلا الاثنين مش بتوعنا، بس احنا عموما الحمد لله ما بنمسكش حمام حد. هم قلنا البرج، وانت لو متابع معايا كنت هتشق يا بنت. يا جماعه خير، بعض الناس بتقول لك لما بحصل معاك كده بيجي لك هدوم جديده، مش مشكله. زغلول هتقول له ايه يعني؟ ده اللي هو المفروض اصلا ابو امه مش تبعنا، بس هم قلنا البرج. احنا الحمد لله ما بنمسكش حمام حد، وزي ما قلت لك انت لو متابع معايا هتشوفهم اول ما جم البرج قبل كده يعني، لما صورناهم فوق وبس. اخر ما زهقنا منهم قلنا اما نفرخ منهم طالما ما فيش امل انهم يرجعوا لاصحابهم يعني. وهم كده كده معروضين معانا في الفيديوهات، لو اصحابهم شافونا اهلا بهم في اي وقت، ولكن مش اصحابهم اللي هم من جميع محافظات مصر. لان انا كان جالي، بص يعني لما اول ما قلت الحمام ده مش بتاع جدعان، انا جالي من العراق وجالي من مصر وجالي من اسكندريه وجالي بص جميع محافظات مصر وخارج مصر، كل واحد بيقول لك الفرد ده بتاع، الفرد ده بتاع. ايه يا جدعان ده فرد؟ يا جدعان ده ان شاء الله باظ ب 30 40 جنيه يعني. المهم متع نظرك كده وبص. هو الحمد لله يعني جابوا لي اول فرخ، جابوا لي اول عش لونه ابيض كده وشكله حلو. وتاني عش جابوه بالشكل اللي انت شايفه دوت كده، ولا منه احمر ولا منه ابيض. انا عموما ما بحبش الشكل ده، بس معانا هم كده كده مش بتاعنا، مش هنتامر يعني. تعال بقى اما نودي العيال دول امهاتها كده ونرجع نكمل معاك تاني. يلا بينا. اللباد اللي انت شايفه بقى في الطاجن من تحت دوت، ده بيغني عن القش وبيبقى حاجه بسم الله ما شاء الله جميله يعني. خد يا معلم، خد ما اخرناش عليكم اهو. خد ده الحلبي او الكراكندي اللي ما يعرفش. في ناس بتقول على حلبي، ناس بتقول على كراكندي، انا عن نفسي بقول على حلبي يعني. وده ايه؟ انا بدلعه الحمام بتاعي بقى، فانا ادلعه زي ما انا عايز. لو قلت عليه شقلباص برده محدش يعارضني. ده اللي هو المفروض الحلبي الكراكندي اللي الناس بتقول عليه زي ما قلت لك، اللي هو اللي مسمر. فالمنقار هنا معاك شكله اسمر اهوت بتاع الاب. بسم الله ما شاء الله. واه حبيبي، واه حبيبي بقى، ما تدقناش بقى. خد العيال هم، فهم طالعين لابوهم وامهم يعني. خلاص انا رجعتهم، ما اخرتهمش عليكم. ماشي، تعال بقى اما نرجع الهزاز لاصحابه. تعالوا يا حبيب قلبي. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده يا جماعه يعني، انت لما تتعامل مع زغليل زي كده، بص بص بس حته لحمه في ايدك كده، انت لو اتكيت عليها شويه خلاص انت فعصتها. طبعا المعامله هنا برفق، لازم برفق كده هلا هلا. خش يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. خد، ما تبصش كده، انا بديهم حمام شمس، ما تقلقش ما خطفتهمش انا يعني. خش شوف شغلك معاهم ان شاء الله بقى. احنا طبعا متعودين في فيديوهات كل جمعه بنواظب مع الحمام. ان شاء الله كل مرحله الزغلول ده هتوصل لها نتابع معاكم بيها، علشان زي ما قلت لك انا كان نفسي اشوف زغلول حمام صغير هزاز، ولكن ما عرفتش ان انا اشوفها. فانا هوريك بقى واكسب فيك صوابه، مش مشكله عشان لو حد نفسه برضه. خلاص كده تمام، نشطب تمام. السلام عليكم ورحمه الله. ماشي، وحاسس ان نسى حاجه. زحلف، تعالى يا جايف، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ابو الزحلف مبهدل نفسه وموسخ نفسه، ولا اكنه حته طفل نزل لعب في الشارع وعمل ازاي؟ شوف شوف شكل الكسوه بتاعته عامله ازاي؟ حمام مفاجئ. يلا بينا يا جايف. انضف انضف. ايه عامل حسابك ما تستحماش الا على العيد؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما الناس تشوفك كده تقول عليك ايه؟ افرض حد عنده عروسه كده ولا كده، ولا زحلفايه شافتك كده ولا كده، تهرنا قدام الناس يا ابن الزحليفه. انا بقى ياخد حمام الشمس بتاعه، وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لايك وشير، واستنى معانا اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.